متواصلين إذن مشاهدينا الكرام بحضراتكم في انطلاقات هذه الفترة المسائية وشوطنا الثاني الذي ينطلق في هذه اللحظات معلنا عن تواجد الحول المهجنات الأصايل في هذه اللحظات. تسير وتنطلق أسماء أخرى مشاركة في هذه الانطلاقة وهذا الشوط على مستوى 8 كيلومترات من خلال تواجد الأسماء المنطلقة والقادمة في نشاط هذا الشوط ونشاط هذا التحدي. نشوف البداية ونسير إلى المراكز الأولى المتقدمة والبداية الأولى ما شاء الله تبارك الله على المقدمة هناك من تقدمت في بداية هذا الشوط. في المركز الأول اسمه شيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي تقدمت إلى الحبل الكريم واسمها نجدة بينما في تضمير هياتي سلطان بن عبد الله بالشر الخاطر أحد المحاربين القدامى حيث يسير وينطلق مشاهدينا الكرام في أمسية هذه الليلة. نشوف المركز الثاني المركز الثاني وصلت من هجن العاصفة أيضا نجدة بينما في تضمير حمد بن راشد بن غدير يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصول من قبل يقين احتلت المركز الثالث يقين لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتولى عملية التضمير حفلنا الكريم. أما المركز الرابع نشوف اللي واصله الآن في هذه اللحظات اللي وصلت الشاهينية لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر مطر بن علي بن واس يحتل المركز الرابع في هذه اللحظة أبو سلطان. بينما المركز الخامس هناك تواجدت فن لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بن ضبيعه تحتل المركز الخامس. المركز السادس وصلت العاصفه لتقدم العنود في هذه اللحظه، العنود لهجن العاصفه انضمت الى الخماسيه بقياده حمد بن راشد بن غدير تحتل المركز السادس. المركز السابع ننتقل مباشره الى نشوه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وفي التضمير ياتي مطر بن سيف بن لحج الهاجري و المركز الثامن ها هي مشاهدينا الاعزاء اللي سارت وانطلقت في هذه اللحظات، ها هي المتحده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وفي تضميرها علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز التاسع تصل من خلاله في هذه اللحظات مصيحه لسمو الشيخ زايد والمربى المكتوم وحمد بن علي العويسي في التضمير. بينما المركز العاشر هناك وصلت اللي هي متهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه العشر المراكز الاولى الذي عزعناها على حضراتكم مشاهدينا الكرام في النداء الاول لمجريات هذا الشوط، في النداء الاول لمجريات هذا الشوط حيث تسير انطلاقه هذا الشوط بكل قوه وبكل تحدي من مصلحه بشر حتى هذه اللحظات. بالفعل في المقدمه بشر يا ابو سلطان. عموما على كل حال هذه نجده لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي يعني تنطلق مباشرة إلى صدارة هذا الشوط، إلى صدارة هذا الشوط في هذه المجموعة وهي منفردة بالمجموعة الأولى والمركز الأول بقيادة عبد الله بن سلطان بشر الخاطري. سلطان بن عبد الله بشر الخاطري يحتل المركز الأول وهو المسيطر تماما على موقعة الناموس الأولى. المركز الثاني هناك نجدة تحتل المركز الثاني تعود ملكيته من أجل العاصفة، تعود عملية التضمير برفقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث نحن على يقين بوجود يقين في هذا الموقع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وفي التضمير مسري بسالم بالعرطي الحميري ما شاء الله يا ابو حمد. اما المركز الرابع فن واصله، فن لها ذوق وفن واحساس هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر ياتي مطر بن محمد بالضبيعه يقدم فن من فنون التضمير وفي هذه الأمسية. والخامس العنود لهجن العاصفة تحتل المركز الخامس مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظة والمضمر حمد بن راشد بن غدير برفقتها في التضمير. المركز السادس اسم جديد ينضم إلى المجموعة وإلى العشر المراكز الأولى، ها هي الضبي اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب الله بمبارك السهيل بن مبارك بن مرخان تقدم واحتل المركز السابع في هذه اللحظة
المركز السادس، المركز السابع من جانب الاخر مصيحه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في تضميرها وتدريبها. اما المركز الثامن، المركز الثامن في النقله نشوه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد وراشد المكتوم المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري، والمركز التاسع والعاشر هنا كذلك المتحده وما تهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقياده علي بن راشد بن حمد بن غدير. هكذا اذا مشاهدينا الاعزاء اتممنا على حضراتكم النداء الثاني، النداء الثاني في هذا المساء، بينما نحن يسير برنامج هذا المساء باثنى عشر شوطا خصصت لسن الكبار بين الزمول وبين الحول في هذا المساء، بينما نحن نسير والأربعة كيلومترات الأولى تنقضي من مسار هذا الشوط، من مسار هذا الشوط. والمركز الأول حصل عليه تغيير، حصل تغيير، غيرت شواهين وانتزعت المركز الأول اللي غيرت نجدة نجود هناك على المركز الأول هجن العاصفة، بينما في تضمير حمد بن راشد بن غدير يحتل المركز الأول ومسيطر. المركز الثاني أشوف الهدوء، الهدوء بدأ الآن يسير معانا من بعد الأربعة كيلومترات، والآن نجد خبرة استراحة المحارب لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد سعيد المكتوم، وأكيد استراحة المحاربين لابد أن تكون قوية. هنا يأتي سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري من يحتل المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللي وصلت الان يقين واصل اسمه الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوم، والجوده موجوده على راسه ما شاء الله. هذه بالمشاركات الماضيه حققت انتصار المضمر مسري بساله بالعرطي الحميري، والمركز الرابع فن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر مطر بن محمد بالضبيعه يحتل المركز الرابع، بينما الخامسه وصلت مصيحه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، بينما هنا مربط الفرز هنا مع العنود الهجن العاصفة اللي احتلت المركز الرابع في هذه اللحظات وسارت. يا سلام يا العنود، يا سلام، هاي العنود في المركز السادس، رغم حمد بن راشد بن غدير خذت المركز السادس، والمركز السابع هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الله يا الخطير، يعني 10 أيام وبعدين لابد من الظهور في الختاميات. المركز الثامن هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الشايبه تصل في هذا الموقع، يضمرها كذلك احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز التاسع هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز العاشر هناك المتحدة ومتهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. مشاهدينا الكرام، هذه العشر مراكز أولى تقدمت وسارت وانطلقت في مستوى هذا الشوط. الله، خلاص الزاوية الأخيرة والالتفاف الأخير في هذه اللحظة لمجريات الشوط، لكن لا زالت نجود هي من تسير على أرضية على ميدان الكرم والجود. هذه نجود في مقدمة وطليعة الأسماء، طليعة المهجرات الأصايل، وهي خاطفة المركز الأول ومحقق الانتصار حتى هذه اللحظات. التعليمات لم تصدر حتى هذه اللحظة لأن التوجيهات بتكون في الكيلو المتر الأخير من الطاقة العثمانية والجثمانية الموجودة بتكون أكيد مشاركة في الكيلو الأخير، بينما المركز الثاني نشوف يقين تحتل المركز الثاني اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم المضمر مسري بسالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث هذه نجده واصله، نجده اسمه الشيخ سعيد بن محمد ورايد سعيد المكتوم المضمر سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. المركز الرابع، الله، بدا الهجوم ثلاثيه لاسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم تصل من خلال الشايبه وهملوله والشاهينيه، ولكن اشوف المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي بدا الخطير الان يبث الخطر في هذه اللحظه، بينما كذلك فن مشارك اسمه الشيخ حمدان بن محمد ورايد بن سعيد المكتوم في المركز السادس المضمر، والمتابع مطر بن محمد بالضبيعه، تليها العنود في الجانب الاخر هناك لجنة العاصفه، والتضمير لدى حمد بن راشد بن غدير. خلاص خلونا نتحرك لان الحركه الان بدات الحركه مشاهدينا الاعزاء والزحام على نابوس الشوط، بينما شواهين هي المتصدره
والله نجود نجود شواهين كانت في الشوط الاول. عموما على كل حال نجود يا ابو سلطان نشوف نجود هي المسيطره، نجود هي المسيطره في هذه على ارض الكرم والجود، لا زالت المسيطره نجود لهجن العاصفه تتقدم تقدم كالعاده يعني مثل ما تتقدم هجن العاصفه في كل مكان وكل زمان، لكنها تتقدم في هذه الاونه وتسير الى الانطلاقات. 1200 على خط النهايه، 1200 ونجود هي بالمركز الاول مشاهدينا الاعزاء، سيطره سيطره واضحه لهجن العاصفه تليها هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تتقدم في هذه اللحظة وتسير إلى المركز الثاني بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حيث سارت إلى المركز الثاني متقدمة بهذا التقدم الجميل والتقدم الأصيل. ها هي الظبي تحتل المركز الثاني، المركز الثالث هناك يقين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، لكن خلاص أصدرت التعليمات وانطلقت وصارت الأوامر والكل عرف موقعه وين وين. الله نجود في المركز الاول، نجود في المركز الاول مشاهدينا الكرام، خاطف الناموس، خاطف هذا التقدم الكبير لهجن العاصفه، لان يعني خلاص الجماهير جماهيرك تشجع يريدونك تبدع يا الواثق، لانهم كلهم خلاص في انتظارك هذا الموسم خاصه على ارضيه ميدان المرموم. بينما هي نجود تتقدم في مستوى هذا الشوط بدون منافس على الاطلاق وتتحكم في زمام الشوط، تتحكم في زمام الشوط مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني هناك بدأت يقين تتحرك، بدأت يقين تتحرك مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، لأنها تحمل كذلك علامة من علامات الجودة، علامة من علامات الناموس في هذا الموسم، في هذا الموسم. ولكن خلاص نجود اللحظات الأخيرة، 200 متر الأخيرة وهي مسيطرة، هي مسيطرة باتجاه خط النهاية، عيونها مع الهدف والهدف في عيونها، خلاص راحت وانطلقت وتحركت تماما لهجن العاصفة لتهدي الفوز الثاني على التوالي في هذا المساء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مالك هجن العاصفة. بينما ايضا المضمر من يتابع ويستحق التهنية الواثق حمد بن راشد بن غدير، العنود احتلت المركز الثاني لهجن العاصفة، تهاني له الناموس. المركز الثالث يقين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، رابعا تصل ما تهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وخامسا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم.